مساء الخير حبايبي، وحشوني جدا. هنتكلم اليوم، اتمنى تكونوا بخير الاول وتكونوا بصحة وسعادة يا رب ان شاء الله. استوقفني موضوع عن الفازلين. يعني احنا بنتكلم في حاجات كتيرة زي ما اتفقنا، الشعر، البشرة، لو يوم مقضيه في مكان حلو بشارككم فيه، برضو احب اشارككم فيه عشان برضو يعني نكون مع بعضينا ان شاء الله. انا حاليا دلوقتي بنتكلم عن الفازلين، هل هو ملوش استخدامات او ليه استخدامات؟ طيب لو ليه استخدامات، ايه هو اللي ممكن ما نستخدموش فيها وايه اللي ممكن نستخدمه فيها؟ اولا الفازلين هو ده طبعا الاوريجينال اللي هو الاساسي، يعني الفازلين اللي هو الخنيق جدا. يعني اول حاجه بنستخدمها فيها، وطبعا انا اتذكرته النهارده على فكره علشان انا استخدمته على اورتي واحنا بنعمل صبغه، فاستخدمته ففعلا حسيت ان هو فعلا عمل طبقه اول مره اورتي وودني. فانتوا لما تيجي تعملوا صبغه عشان الصبغه ما تبهدلش قريتكم او ودنكم او بشرتكم كلها، يعني حاولوا الاماكن اللي هي ممكن تيجي عليها الصبغه لا انتوا تدهنوها بالفازلين. لو الكريم لا هيكون خفيف، لان الفازلين عامل زي ما يكون، يعني حتى لو حطيتوا عليه ميه بتلاقوها الميه مش بتعمل عليه، يعني مش بتركز عليه، لا الميه يعني كأنه طبقة عازلة. انما الكريم لا، فالكريم ممكن ياخد الصبغة ويعمل بيها لون على البشرة او يعني او قريتكم او ودنكم او رقبتكم برضو بقدر الامكان يعني. طيب وممكن يستخدم لايه تاني؟ ممكن يستخدم لكعب الرجل، بيكون ممتاز يا بنات على فكرة. يعني لو قبل ما تناموا مثلا حطيتوا نقطة صغيرة كده، طبعا تكونوا واخدين شاور ورجلكم نظيفة، وتحطوا نقطة صغيرة كده وتلبسوا شراب او تلبسوا اي كيس بلاستيك وفوقيه الشراب، يا سلام بقى تبقى حاجة تحفة جدا. انتوا هتلاقوا اصلا الجلد اصبح طري بطريقة مش طبيعية. تاني شيء غير برضو الـ ممكن الركب، ممكن الكيعان، اللي هي الاماكن اللي هي اللي الجلد فيها في طبقه سميكه شويه، فتلاقي الفازلين حلو جدا فيها. يعني كسعر حلو في المتناول، احنا قلنا ان احنا هنتكلم في حاجات يعني عاليه شويه وحاجات متوسطه وحاجات عاديه بحيث ان الكل يستفيد. طيب ايه ممكن كمان نستخدمه فيه؟ نستخدمه على الشفايف، ممتاز 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 يا بنات على الشفايف. يمكن من اجمل الحاجات، انا استخدمت على فكرة لونا، واستخدمت بيزلاين، واستخدمت بالمرز، واستخدمت حاجات بالمرز حلو برضو عشان ما نكرش، يعني عشان فيه نسبة زبدة الكاكاو، ولكن ده لو هو عندنا عشان نستخدمه اسوأ استخدام برضو حطوه على شفايفكم برضو هتلاقوه حلو جدا صدقوني. وكمان ايه كمان يا بنات، في اوعي تحطوه على الرموش زي ما ناس كتير بتقول عشان في مادة بترولية وفي ما اعرفش ايه، لا ما تحطوش على الرموش، عشان لو حطيتوه على الرموش لا طبعا ما ينفعش عشان العين، لان لو لا قدر الله دخل في العين هيكون مشكلة، فما فيش داعي يعني ما نجذفش بحاجة زي دي يعني. فممكن تحطوه على الحواجب، بيقال انا ما جربتش، ولكن انا بدات النهارده على فكره برضو لما لقيت البرطمان ده عندي، فانا قلت برضو هبتدي اجرب احطه على الحواجب، لان في ناس قالوا ان الافكت بتاعه حلو قوي، بيكثف الحواجب وبيطولها، لانه بيقولوا ان هو بيبقى فيه ماده بتروليه يعني فبيعمل الموضوع ده. فانما على الرموش لا يا بنات خالص اوعوا، يعني ما نجازفش بحاجه زي دي، وبعدين هو ماده لزجه جدا يعني. تاني حاجة يا بنات، هو كمان ممكن يستخدم لطروف الشعر. يعني انتوا لو طروف الشعر عندكم ناشفة قوي وعايزين حاجة سريعة تعملوها بيها، لا ممكن تحطوها طبعا مش الشعر كله، في ناس شفت ماسكات ليه
على الشعر كله. طبعا انا مش فاهمه ازاي هينضف وازاي هيشيلوه من الشعر وازاي هيحتاج شامبو قد ايه وكونديشنر قد ايه، يعني مأساة. ده كده بيقفلوا مسام الشعر اصلا يعني. في ناس قالوا كمان يا بنات الحاجات اللي هي ما ينفعش تتعمل بيها، اللي هو الاستخدام ازالة الميك اب، لا طبعا، لان ده بيسد مسام البشرة فيطلع حبوب ويطلع بثور سودا، فطبيعي طبعا لا ما انصحش برضو بيه ابدا كازالة مكياج. لا طبعا، يعني في حاجات اللي هي اللي احنا واخدين عليها ده، حتى يعني لو لأسوأ الظروف ما عندناش الزيت، افضل يعني. لو نقطة زيت جوز هند اوكي، نقطة زيت لوز ما فيش مشكلة. لو ما فيش خالص الميك اب ريموفر يكون عندنا يعني. وفي نفس الوقت الحاجات دي فيها فايدة للبشرة، انما ده لا خالص يعني. فالماسكات اللي انتوا بتشوفوها بالطريقة دي لا، هي لا غلط خالص يعني. فانا برضو بحطه على فكرة على طروف شعري، بس يعني فوجئت ان هو بينعمها وفعلا سبحان الله بيطريها. بس نقطة يا بنات، يعني نقطة جدا نقطة، وبعدين تسخنوها على ايديكم، يعني مش اللي هو تحطوه كده لزج، لا يعني تعملوها على ايديكم وتحطوها، يعني كأنكم بتدعكوا ايديكم بيها كده، بحيث ان هو انتوا تفردوه على ايديكم الاول، بحيث ان هو يكون شبه ليكويد سائل كده يعني، بتروح حاطينها على طرف شعره. دي انا بس حبيت اقولها كملخص للحاجات اللي انا عارفاها بالنسبة لي. فهو ليه فوائد حلوة وليه حاجات لا طبعا ما ينفعش، ان هو الناس اللي بتقول الحاجات التانية دي لا خالص، بالنسبة للماسكات، بالنسبة ان هو يستخدم للشعر كامل، بالنسبة ان هو يستخدم للرموش، لا نهائي نهائي. هو الحاجات اللي انا ذكرتها، وارجو انها اكون افدتكم، وان شاء الله لقاء تاني مع دودي ان شاء الله اختكم باذن الله، ونشوف كده باذن الله ايه منتج جديد، وبرضه نتكلم عنه شويه، سلبياته ايجابياته وفوائده اضراره من كل حاجه، وفسحنا برضو تكون مع بعضينا. وان شاء الله تكونوا تستمتعوا بالقناة بتاعتي، واللي يعجبوا القناة لو سمحتوا تحاولوا تعملوا لايك او سبسكرايب، ومتشكرة قوي، وميرسي ليكم خالص كتير، شكرا.